هذا باركلي عيطوا لي قالوا لي خالد تسجل لوحدك، قلت لهم لا ما نجمش، انا اللي قلت ما نجمش، انا طلبت علاش ما نجمش، ما عنديش 70 يد فهمت، عندي زوج يدين وعندي قرزي واحد، سيتادير ما نجمش نخرب في لاطابل دو ميكساج ولا حاجه وندخل نغني، ما نجمش نخدم بوحدي، جو نو بو با. قلت لهم جو فو ان بروديكتور، جابوا لي لا ليست وانا اخترت مايكل بروك واخترت دون ووز باسكو نعرفهم من بكري، نعرف شي خدموا للناس كما نعرف كوم ديلان كوم بي 52 كوم بي 40 كوم ليرالين ستون اوف هازا ومايكل بروك ما يسندور باسكو يعرف شي كاسكو سي لا ميوزيك افريكان. ودون ووز كي اختاريته عيطوا له باركلي قالوا له خالد راه قال لهم انا نعرض عليه يجي. مشيت لعنده لوس انجلوس كي سمع على كاس كانت عنده ديجا قال لي واش حبيت ندير في هذا الكاسيت انا؟ ايه بصح قال لي واش حبيت ندير فيها؟ قال لي شتي انفيتي جافي انفي دو تو فواغ باسكو عندي لي سي دي تاعك عندي لي كاسيت جي انفي دو تو فواغ دو فار كونيسونس افيك فو مي حاجه الخدمه اش بغيتني ندير في هذا الكاسيت هذا الغناء. قلت له خزرت فيه قلت له على انا حسب انا فهمتها غلط خزرت فيه قال لي نو قال لي كل شيء قال لي كل شيء مصاوب قال لي خرجها كيما راهي كوريكت. لا لا قلت له نو هذا با كوريكت انا بور موا على السمعه تاعي انا قلت له نو يليق قال لي بون شات تحب الي تي كوريكت لو ماك باسكو يل ادور لي زارتيست قال لي واش تحب دير قلت له خويا انا باغي ان سون امريكان باغي ندير دو ريشيرش je veux une basse, je veux changement de rythme, un autre rythme, le new rythme. Quel est-ce que tu veux ces deux-là? D'accord, on a travaillé sur ça. Lui, il s'est basé sur ça. Et c'est moi qui ai joué quand j'avais envie d'une section cuivre. J'ai appelé Ahsen section cuivre de Californie. Quand j'ai besoin d'un saxophoniste, j'ai appelé saxophoniste du groupe Was Not Was. Les voix, en arabe, il y a les chœurs. هذاك الشونتور تاعو تاع واز نوت واز اسمه ستويبي وكاين زوج واحد اخرين هما ثلاثه كحل لو فيولونيست واحد يلعب فيولونسيل تاع راكده في الريمر يلعب فيولونسيل وخليته يلعب العود كاليفورني ويهضر بالعربيه اون بليس. شحال كان عندك من عام اللي بديت الموسيقى؟ من اللي حليت عينيا استادير من اللي عمري 6 سنين كوا 6 7 سنين ملي عرفت وليت نتمشى ونعرف الدنيا. ديسك الاول ديالك اللي خرجتي؟ ديسك تاعي الاول كاع السينجل تاعي 45 تور في 74 وخرجت في 75 كنت في عمري 15 سنه سموه طريق الليسي طريق الليسي وعقبك عيتني طريق الليسي ويا دلالي. وفي القلبة تاع السينجل طالع على الغابة وصاق هيبان. والله صح كيتي بالكياش على النيران.